الله إليكم، صاحب الفضيلة يقول: عندي أرض بعتها أقساطا ويحل القسط كل نصف سنة، كيف أزكيها؟ تزكي حال الحول، كل ما يحول الحول على الدين تزكيه، كل ما يحول الحول على الدين الذي في ذمم الناس سواء كان قسطا واحدا أو أقساطا إنك تزكيه، يعني تدفع ربع العشور عنه. نعم، إلا إذا كان هذا الدين على مفلس ولا تدري يأتي ولا ما يأتي، هذا لا تجب عليك زكاته حتى تقبضه، فإذا قبضته تزكيه عن سنة واحدة فقط.